اتكلمنا على التيك ستاك. خلاص احنا خلصنا التيك ستاك، هي ما خلصتش كلها، بس اللي قاعدين اصلا في حاجات ديبريكيتد مش عايز اقولها، زي حاجه زي تاجه اسمها مار، مش مارك دي بقى، ماركيو. ماركيو عايز اسمها مين؟ ماركيو. ماركيو وليكن كتبت هلو سينيور ستيبس، دي تعمل لك ايه؟ تعال نشوف، حد عارف دي بتعمل ايه؟ تعال نشوف كده، بس هي ديبريكيتد اهي. الكلمه اللي انا كتبتها يظهر لك زي شريط ايه؟ اعلانات كده بتبدا ايه تتحرك فيه. طب انا عايز يا باشمهندس اللي بتتحرك دي مثلا باراجراف او عنوان، عنوان كبير اهو اتش 1، واحط فيها مين؟ الكلمه بتاعتي. بقى من اتنين اهو، الاولانيه صغيره والثانيه بقى ايه؟ لان دي متطبق عليها انها ماركيو، متطبق عليها انها ايه؟ اتش 1 الشكل ده، فاهم؟ الاعلانات والكلام ده كله. بس احنا ما بنستخدمهاش ليه؟ لان احنا بعد كده هنستفيد ان احنا نعمل الكلام ده بالسي اس اس، ان احنا نعمل الحركات دي بيجي لها بايه؟ بالسي اس اس. طيب بعد كده الكاتيجوري الثانيه بقى اللي احنا قسمناهم اصلا، لو الناس فاكره كنت مقسمهم لكم هنا، كنت كاتبهم هنا اهو، حاجه اسمها مين؟ سيلف كلوز، وحاجه اسمها ميديا تاج. تعال نشرح السيلف كلوز. ايه السيلف كلوز دي؟ طيب لو انا جيت هنا النهارده بكتب مثلا كتابه بكتب كده باراجراف، وكتبت هنا كلمه لورم، انا عايز بعد اللورم ده انزل انتر، تمام كده؟ لما اجي افتح الصفحه دي كليك يمين، هل في حاجه بعد اللورم نزلت انتر؟ لان الاتش تي ام ال ما تفهمش حاجه اسمها مين؟ لازم تاج. ففي تاجه هتتحط هنا، التاجه دي اسمها بريك. بريك يعني اعمل بريك، بس اختصار ليها بي ار، اختصار لمين؟ البريك. بس لو لاحظنا ان البي ار دي ملهاش قفله، صح؟ طيب المفروض كنت هتعمل بي ار وسلاش مين؟ بي ار، بس ده مش صح، لان هي البي ار هي حتى لما تيجي تكتبها كده والبرنامج يكملها لك اهو، بص ما يقفلش ايه؟ ليه بقى ما قفلش؟ صلاه على الله. فاكرين لما كنت بقول ايه؟ الكلام ده عايز اجيبه في السنتر، فبتفتح التاجه بتاع مين؟ السنتر، وبتقفل التاجه بتاع السنتر فين؟ هنا، صح؟ بقى في حاجه انت عايز تخليها في السنتر، صح؟ انا عايز انزل سطر، هل انت هتحشو حاجه في السطر؟ هل انت هتدخل حاجه جوه السطر وانت عايز تنزل سطر والسلام؟ هل في حاجه هنحطها في السطر اصلا؟ ده احنا عايزين سطر، مفيش عمر ما حاجه هتحط جوه مين؟ جوه السطر. فقال لك ليه؟ لما هي مفيش حاجه هتحطها جوه السطر، يعني عمرك ما هتفتح بي ار جوه بي ار وتحط كلام، انت كده ما عملتش بي ار اصلا. فقال لك تلخيصا للكلام ده كله، بدل ما تفتح بي ار وتجر على الراجل اللي بيكتب بي ار، قال لك بس هي سيلف كلوز، بتفتح وتقفل عليه نفسها. فلما اقول له كنترول اس، لما اعمل ريفريش، انا مسحت البي ار ولا ايه؟ فين دي؟ كنترول اس، هو البرنامج زي منه ولا ايه؟ لا لا ده مش الطبيعي، فين هي البتاع؟ طيب تعالى نكمل ايه؟ في ار اهو، اكتب كلمه مين؟ في ار. تعالى نجرب كده، الصفحه فين؟ كليك يمين اقول له ايه؟ اوبن ان ديفولت براوزر. وفي فين؟ عشان في حاجه فوق، ما انا بقول كده. ماشي ماشي، في باراجراف فوق اهو، احنا برضه طلع على الباراجراف اللي تحت. طيب كويس، بص يا شباب، كان في باراجراف فوق. اقول له طب تعالى اعمل بي ار ثانيه، بي ار ثانيه، نفس البي ار اهو، اعمل بي ار ثانيه، بي ار ثالثه، كده كام بي ار؟ فهتلاقي فيه ثلاث ايه؟ سطور، تمام؟ طيب عايز اعمل خط هوريزونتال لاين كده، هوريزونتال مين؟ لاين. فقال لك تعالى كده اعمل حاجه اسمها اتش ار، هوريزونتال لاين يعني خط افق. لو انا عملت كده هتشوف الخط اهو، بص شايفينه ولا ايه؟ خط اهو، عايز اخلي خط بعد الكلام برضو،
عايز اعمل خط بعد الكلام، بعد البي ار، بعد الباراجراف هعمل مين؟ كده عندي خط في اول الكلام وخط فين؟ في النهايه. لو انا فتحت كده كليك يمين اوبن ان براوزر، هيبدا يبقى في خط هنا وفي ايه؟ طيب انا عايز اخلي بي ار واحده بس، اهو بي ار واحده بس اهو. طيب اهو بالشكل ده، لحد كده في مشاكل؟ طيب يبقى الاتش ار دي ليه سيلف كلوز؟ لان انت عايز تعمل خط، هل عايز تحط حاجه جوه الاتش ار اصلا؟ او خط مش عايز احط حاجه جوه، فراح يقول لك ايه؟ اتش ار. عارف كل قاعده شواذ؟ هي الشواذ بتاعتنا دي، هم خمس تاجات او ست تاجات بس هم اللي شواذ، مش انت بتقول لك كل قاعده شواذ؟ اي تاجه في الاتش تي ام ال ليها فتحه ولا قفله، خلاص احفظ دي. بس في ايه؟ شواذ. من ضمن الشواذ دي حاجه اسمها مين؟ بي ار، وحاجه اسمها مين؟ ده التاجتين اللي بالنسبه لنا. في تاني انا اعرفهم دلوقتي، لحد كده في مشاكل؟ طيب ده بالنسبه للسيلف كلوز. طيب لو انا جيت هنا كده في ديمو تاني لوحده، ديمو واحده عشان نفصل ده وده، ديمو 5 دوت اتش تي ام ال، ديمو 5 دوت اتش تي ام ال ده عملت باراجراف ما كتبتش فيه حاجه، يا ترى لما افتح الصفحه هل هيكون فيه اصلا باراجراف؟ صح؟ طيب يبقى لازم يكون في كلام هنا، صح؟ كتبت كلام، لما اعمل كنترول اس لما اروح هنا في كلام ولا لا؟ طيب يجي هنا حاجه مهمه جدا اهم من التاجه هشرحها دلوقتي، حاجه اسمها بروبرتي او اتريبيوت، دي اهم من التاجه نفسها، بروبرتي او ايه؟ اتريبيوت. وليكن عندي تاجه اسمها باراجراف وسلاش مين؟ باراجراف، دي تاجه المحتوى بتاع الباراجراف كتبته اهو، صح؟ عايز ازود عليه فيتشر. يعني ايه فيتشر؟ يعني اللون بتاعه لونه اسود، عايز اغير لونه، طبعا هو الكلام ده في الست اس، بس عشان تغير لونه ولا تعمل اي حاجه هتزود له فيتشر، هتزود له اتريبيوت. عايز اغير الشكل بتاعه هزود له اتريبيوت. عايز مثلا وليكن اعمل له تايتل، عنوان كده، تايتل لما اجي افعل عليه بالماوس الماوس شكلها يتغير او يظهر كلمه مثلا على الماوس، هزود لها اتريبيوت. فعشان تعمل اي اتريبيوت عندك للتاجه بتيجي هنا بعد الاوبن تجيب سبيس، تسيب ايه؟ سبيس، وبتكتب هنا اسم الاتريبيوت وليكن اسمها اتريبيوت 1 مثلا يساوي القيمه بتاعت اتريبيوت 1. عايز تعمل اتريبيوت تاني بتعمل سبيس وبتكتب اسم الاتريبيوت التاني يساوي القيمه بتاعت الاتريبيوت التاني. عايز اعمل اتريبيوت تالت تعمل سبيس تفصل بين كل اتريبيوت واتريبيوت. مش فاهم حاجه يا باشمهندس؟ هقول لك مثال بسيط. الباشمهندس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عبد الله. ماشي عبد الله معانا هنا، ده افترضنا التاجه بتاعك، ده التاجه بتاع مين؟ بتاعتنا. اتريبيوت يعني خاصيه، اتريبيوت يعني ايه؟ خاصيه. عبد الله لو بصينا له عنده خصائص، من ضمن الخصائص ده ان هو عنده الطول، الطول هنا خاصيه يساوي 150 سنتيمتر، يبقى نقدر نقول الطول هنا خاصيه، قيمته كام؟ 150. نقدر نقول الوزن هنا خاصيه يساوي 50 كيلو جرام. اللون يساوي ابيض، ده الخاصيه اللي عندنا. فكل خاصيه لازم يكون لها قيمه، ده الخاصيه وده ايه؟ القيمه، ده الخاصيه وده القيمه، ده الخاصيه وده ايه؟ هنا كذلك، هنا هيبقى الطول وهنا هيبقى العرض، هنا هيبقى الوزن، هنا هيبقى كذا، هنا هيبقى كذا، هنا كذا. يبقى كل خاصيه وخاصيه افصلها بين سبيس. زي المثال مثلا ادي الباراجراف اهو، عايز اديله خاصيه، فباجي هنا كده وليكن عبد الله دي النيم، النيم ده خاصيه، عبد الله ده القيمه بتاع مين؟ فانا اقول له النيم. هنا كده اعمل نيم، نيم يساوي دي خاصيه عندي يساوي اكس. يبقى هنا النيم هنا اتريبيوت ولا تاجه؟ اتريبيوت. امال التاجه مين؟ النيم هنا خاصيه او اتريبيوت، اما اكس الفاليو بتاع ده. لحد كده بشكل؟ طيب لو انا جيت هنا قلت له اي دي، بفترض ان الاي دي لسه هناخده قدام، بس الاي دي اسمه واي. هنا الاتريبيوت الاي دي، اما القيمه من ضمن الاتريبيوت في حاجه اتريبيوت تاني اسمها تايتل، اسمه ايه؟ رحت كتبت له هلو جروب. هنا التايتل هنا تعتبر خاصيه ولا بروبرتي؟ الاثنين صح؟ اه الاثنين صح؟ إيه خاصيه او ايه؟
او اتريبيوت او بروبرتي، الاثنين واحد او الثلاثه واحد. طيب تايتل يساوي الفاليو دي، هنا الفاليو وهنا مين؟ القيمه بتاعته. لما اجي افتح كده شايف الباراجراف لما تهفر عليه كده اللي حصل؟ بص الكلمه اللي انت كتبتها في التايتل حصل ايه؟ اتكتبت هنا صح؟ بدات ان انا ازود عليها. طيب عايز ازود اتريبيوت تاني، ممكن تخترع اي اتريبيوت، بس احنا مش هنخترع اي اتريبيوت، في اتريبيوت محفوظه ومعروفه، ياسر يساوي اي بي دي. ياسر تعتبر هنا ايه؟ خاصيه، اي بي دي الفاليو. بس من حسن حظنا ومن سوء حظنا ما عندناش اتريبيوت اسمه مين؟ ياسر. بس عندنا اتريبيوت اسمه ايه؟ عندنا اتريبيوت اسمه اي دي. عندنا اتريبيوت كتير جدا، انا عارفهم كلهم، بس يهمنا تفهم يعني ايه اتريبيوت. بس مش اكتر. لحد كده في مشاكل؟ نخش بقى على التاجة الكاتيجوري الثانية اللي اسمها مين؟ الميديا. الميديا اتعامل مع الصور مع الفيديو مع الصوت. مالها بتعملها رن ليه؟ لما تيجي كده عليه اللو جروب دي لما اجي عليه بالماوس يظهر لك بقى في فيتشر زياده. مش الهدف دي على فكره، ولا بص كلمه تايتل دي ولا تفرق معايا في اي شيء ولا محتاجها اصلا. أنا يفهم معايا، تفهم يعني ايه اتريبيوت، تفهم يعني ايه خاصيه. اتفضل. انا لسه 10 لسه 10. طيب ميديا، الميديا اللي هو التعامل مع الايمج، التعامل مع مين؟ مع الفيديو، التعامل مع مين؟ الفيديو. الايمج، الايمج بتاعتي عايز اتعامل مع الايمج يا عم، عايز احط ايمج صوره عندي، عايز احط صوره على الويب سايت بتاعي. عايز احط ايمج. اكيد التاج اسمها ايه يا شباب؟ معروفه صح؟ ولا انتوا كنتوا مذاكرينها اصلا؟ عايز احط فيديو. فيديو صح؟ على طول يعني خلاص؟ يعني انت مش محتاج تحفظ التاجات بتاعتك، تمام؟ طيب. التاجه بتاعتي من سوء حظنا اسمها اي ام جي. شكرا. توفير ده. هي عملت كده ليه؟ لان انا بعمل الحاجه وما بشربهاش، فهي عارفه ان انا كده كده مش هشربها، فقالت لي بس انا كده كده عارفه مش هتشرب. طيب قول انا مين؟ اي ام جي. ده ايمج. حد لاحظ لي ملاحظتين انت لاحظتهم انا شرحتهم، بس ما شرحتهمش على الايمج، شرحتهم على حاجه ثانيه. اللي انت شايفه غريب في الايمج ده في اللي احنا اتعلمناه، او الحاجه اللي انت لاحظتها في الايمج هي ايه؟ الله ينور عليك. لا مش سورس. سورس دي تعتبر ايه؟ اتريبيوت. يبقى اتريبيوت وفي خاصيه ثانيه اسمها مين؟ يبقى في اتريبيوت. ثاني حاجه ان الايمج دي سيلف كلوز ولا اوبن وكلوز؟ يبقى سيلف كلوز. اسمها سيلف كلوز، اللي هي بتقفل وتفتح نفسها اسمها سيلف كلوز. الثانيه تاج عاديه. الايمج هنا سيلف كلوز ولا لا؟ يبقى انا لاحظت ان الايمج فيها عندها اتريبيوت ساي اتحطت مع نفسها. انا كده ما عملتلهاش اي اتريبيوت خالص، مسحت الاتريبيوت. بس هي سيلف كلوز ولا مش سيلف كلوز؟ كده الايمج كده لما افتح تلاقي الصوره ولا لا؟ والله هيظهر لك فاضي كده. عارف عامل زي ايه؟ زي حضرتك عملت باراجراف وما حطتش في الباراجراف حاجه. انت كده عملت باراجراف، بس هل في الباراجراف في كونتنت؟ احنا كذلك لما عملنا الصوره دي نفس الكلام، مفيش حاجه ظهرت. ليه؟ لان الصوره دي ما قلتلهاش فين الصورة اللي هتعرضها؟ فين الصورة اللي ايه؟ فعشان تقول له الصورة اللي هتعرضها فين لازم تدي له اتريبيوت الصورة نفسها، السورس بتاع الصورة نفسها. فأكيد الايمج دي فيها اتريبيوت، فعشان تعمل اتريبيوت تطلع بره ولا نخش جوه هنا؟ ندخل جوه هنا، والاتريبيوت اللي هو يخليك تشاور على الصورة اسمها اس ار سي. اس ار سي اختصار لمين؟ سورس، يعني المسار بتاع الصورة. وهنيجي فينا ستوب دقيقتين هنا. اس ار سي السورس، انا كتبت حاجه هنا في السورس يبقى برضه مفيش صوره. ايه في صوره ثابته؟ لا محتاج مني صوره. فحضرتنا هل في صوره هنا في الويب سايت بتاع هنا؟ محتاج اروح اجيب صوره واجي. فاروح على جروب جابليكم ونجيب منه شويه صور. هات الصوره دي، هات الصورتين دول، هات الصورتين دول وتعال نحطهم عندنا ايه في الويب سايت بتاعنا. ادي الويب سايت بتاعنا. بص كده يا شباب، الصوره بتاعتي اسمها 11.png. تعال نخلي دي واحد، الصوره دي واحد،
والصوره دي اتنين، ايه اسمه؟ واحد دوت جي بي جي والتانية اتنين دوت ايه؟ جي بي جي. لحد كده في مشاكل؟ طيب لو عندي الصوره وجنبها الملف اللي انا بكتب فيه، يعني انا بكتب في الملف ده صح؟ والصوره جنب الملف على طول اهو، احفظ الكلام ده عشان في ناس حافظه او فاهمه غلط. انا الملف اهو والصوره اهو، الاثنين جنب بعض. تبقى تكتب اسم الصوره على طول. السورس. الصوره اسمها؟ لا، احنا بنتعامل مع الصوره اسم وامتداد. قلت لك اي ملف في الدنيا اسم وامتداد. اخد الاسم ده كله. حتى انت مش مستاهل ان انت تروح اصلا تشوفه، لان هو اصلا باي ديفولت هنا، مش احنا فتحنا الفولدر فالفولدر ايه؟ موجود هنا. فانا اجي في الايمج اقول له ايه؟ وان دوت جي بي جي. لما اجي افتح السايت بتاعي كده اهو تليفون اكسبلورر، الصوره اتعرضت. طيب عايز اعرض الصوره الثانيه، اطلع بره الايمج دي واعمل تاجه ثانيه اسمها اي ام ايه؟ اكتب السورس. اكتب ايه بقى؟ المفروض 2 دوت جي بي جي يعرض لي الصوره الثانيه. عايز اعرض الصوره الثالثه، يبقى في صوره ثالثه صح كده؟ حد مش شايف كده؟ خلينا في الصوره الثانيه دي ونمسح دي. بقى كده عندي كام صوره؟ صوره على الصوره على صح؟ الصوره دي عايز اكبر الهايت بتاعها. سيبك مني ما شرحتهاش، بس انت فاهم ان هي قصيه، فاهم ان هي وقيمتها دلوقتي ايه؟ قيمتها فاضي. احنا ما نفهمش دي يعني ايه، بس احنا نفهم ان دي خاصيه وقيمتها فاضي. طيب مش انا دلوقتي قلت ايه؟ لو الفايل وجنب الصوره كده، لو الفايل جنب الصوره اكتب الصوره اسمعها على طول، فيها مشاكل كده؟ لسه هنعرف، انا هقولها دلوقتي لسه هشرحها. طيب لحد كده في مشاكل؟ طيب عايزين نعمل ايمج ثانيه، فهتكتب ايمج وفي السورس تكتب له ايه؟ الصوره الثانيه. طيب لو انا جيت فتحت كده الصوره واخده الشكل ده، انا عايز اكبر الهايت، يبقى اكيد في تاجه ولا في خاصيه؟ يعني الايمج موجوده، احنا عايزين نغير في شكلها، ازود لها خاصيه ولا ازود لها تاجه؟ انت اللي هتقول ازود تاجه ولا خاصيه؟ تاجه موجوده اصلا، مش هزود تاجه، ده هزود ايه؟ فاجي هنا في الايمج هنا ازود خاصيه. الخاصيه دي اسمها هايت. اسمها مين؟ هايت يعني ارتفاع. واقول له 500 بكسل. ايه بكسل دي يا باشمهندس؟ ده وحده القياس بتاع الشاشه نفسها. لما قلت الراجل ده وزن 50 كيلو جرام، تخيل انا قلت وزنه 50 سنتيمتر، الكلام مش راكب، لان وحده القياس ايه؟ جرام. فاحنا وحده القياس بتاعتنا بتاع الشاشه اللي هي 100 بكسل، فقلت له 50 بكسل. عمل ايه؟ صغر الهايت. طب انا عايز اغير في الويتس، هتعمل ايه؟ حاجه اسمها مين؟ ويتس 200 بكسل. كده اللي هيحصل. طب عايز ازود الهايت، اخلي بدل 200 ده الويتس، قصدي بدل 200 دي بدل دي كده اقول له ايه؟ 900. انا عايز ازود مين؟ طب انا عايز الويتس يشيل الشاشه كلها. قال لك بسيطه دي، تعالى اقول له 100 بدل مكسل، قول له في المية 100%، يعني الشاشه كلها. والهايت بقى 500، ممكن اقول له الهايت يا عم 200. انا كده صغرت الهايت والويتس خليته ايه؟ اه ممكن اقول له 400 مثلا. اه بص كده الصوره بقت بالشكل ده معروضه عندي، واخده الويتس كام؟ 100%. حد كده في مشاكل؟ كده لسه هنفهم الكلام ده قدام في السيستم، ما تقلقش. هنا الهايت كام والويتس كام؟ كده. لو انا ما حطيتش سورس، هل كده الصوره هتتعرض ولا لا؟ ما تطلعتش، مفيش صوره اصلا، ظاهر لك مساحتها الهايت بتاعها والوتس، بس هل في صوره؟ لو احنا بصينا على الخاصيه اللي اسمها الت هير ايمج فور مول، يعني في صوره هنا للمول. الت اختصار لالترنيتيف، الترنيتيف يعني البديل، البديل بتاع الصوره. لو ما كانش في صوره معروضه اعرض لك البديل. بص كده مكتوب ايه؟ هير ايمج فور ايه؟ مول. يعني الترنيتيف دي فهمتها دلوقتي، اللي هي الت اللي كان الناس بتسال عليها، ده خاصيه معناها لو ما فيش صوره اعمل ايه؟ طيب هكتب حاجه بسيطه تاني كده، اعرض الصوره، اعرض الصوره 2 دوت جي بي جي.
في الحاله دي يعرض الالترناتيف ولا يعرض الصوره؟ الصوره. طيب في خاصيه خدتها من شويه اسمها تايتل، حد فاكرها؟ التايتل دي بتعمل ايه؟ تجيب لك الكلام اللي انت كتبته ده، صح؟ فلما اعمل ريفريش كده، حد شايف اصلا؟ طيب اللي انا قايل له ده كله مش هيفرق معاك غير تفهم يعني ايه خاصيه ويعني ايه قيمه. خاصيه وقيمه، انا قلت لك السورس هنا خاصيه ولا قيمه؟ خاصيه، لكن اثنين ده القيمه بتاع الصوره. التايت خاصيه ولا قيمه؟ خاصيه، واضح القيمه بتاعتها ايه. الهايت هنا خاصيه ولا قيمه؟ واضح القيمه. الويتس والالت خاصيه. لحد كده مفيش مشاكل، لحد كده في مشاكل؟ طيب تعالى بقى، طيب نخليكم تجربوا الصوره، جربوا الصوره في الاول وبعد كده غير مكانها عشان انا عايز اخليها في فولدر. كل الناس يجرب لي يعرض لي الصوره على الويب سايت بتاعه، يجرب الصوره بقى يعرض الصورة.